السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم مس أسماء ياسر. النهاردة أبدأ مع حضراتكم الترم الأول للصف الأول الإعدادي 2024 كتاب المعاصر. إن شاء الله تبقى سنة جميلة عليكم. هنشرح مع بعض النهاردة الدرس الأول في الوحدة الأولى، طبعا دي النسخة الجديدة 2024 للصف الأول الإعدادي. تعالوا كده نشوف الوحدة الأولى بتتكلم عن إيه أو جاية بعنوان إيه. طبعا قبل ما نشوف حاجة زي دي، احنا عارفين ان احنا عندنا 6 وحدات في الترم ده، ان شاء الله هنشرحهم جميعا ونحل عليهم كل التدريبات الخاصة بيهم. تعالوا كده نكمل ونشوف الوحدة الاولى. الوحدة الاولى او يونت 1 جاي بعنوان My Family and Me، عائلتي وانا. My Family and Me. طيب هشرح معاكم النهاردة الدرس الاول والتاني. Lessons 1 and 2. هنشرح الدرس الاول والتاني. هنقول طبعا الفوكاب اللي هي الكلمات، وهنقول كل القواعد اللي موجودة في الدرس، وكمان في الفيديو ده هنحل أي حاجة موجودة على الدرس الأول والتاني. تعالوا نبدأ مع بعض كده. الكي فوكاب بتاعتنا بتقول إيه؟ المفردات الرئيسية، أول حاجة فرقة موسيقية، يعني باند. باند يعني فرقة موسيقية، باند. إيه الحرف الإن ده يا مس؟ حرف الإن ده بيدل إن الكلمة دي ناون. طب يعني إيه ناون؟ يعني اسم. طب حرف الفي؟ حرف الفي بيدل ان الكلمة دي verb، يعني فعل. دي الادجكتيف اللي هي الصفة. كل حاجة هتجيلنا ان شاء الله هقول لك دي معناها ايه. تعالوا نبدأ مع بعض الاول كده. فرقة موسيقية يعني band. 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 عمل تطوعي يعني voluntary work. voluntary work يعني عمل تطوعي. voluntary work. voluntary work. يجري بحث او بحث يعني research. research يعني يجري بحث او بحث. research. research. مفكرة يومية يعني diary. 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 طبول يعني drums. drums اللي هي الطبلة. drums فطبول، ضفنا لها الاسم عشان جمع، يبقى drums. توأم يعني twin. 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 امتحان موجز او قصير، ممكن نقول لك ايه، تعالى كده اعمل لك كويز سريع عشان نشوف انت فهمت الدرس ولا لا. فامتحان قصير يعني كويز. 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 طيب مقابلة شخصية يعني ايه؟ انترفيو. انترفيو. طبعا انت هتشتغل او هتروح تعمل مقابلة عشان حاجة معينة اسمها انترفيو. انترفيو يعني مقابلة شخصية. هواية يعني هوبي. هوبي. قولي مثلا انا الهواية بتاعتي الرسم، يبقى هوبي. هوبي يعني هواية. لعبة الشطرنج دي لعبة جميلة جدا، بتكون ما بين فردين، اسمها تشيس. تشيس يعني لعبة الشطرنج. تشيس. تشيس. ايه هو الكويز؟ زي ده مثلا بوب كويز، اللي هو ايه، امتحان قصير كده بشوفك انت فهمت ولا لا. طبعا البوب كويز ده عن الكلمات دي. complete the following sentences. هنكمل كده من البوكس اللي قدام اللي قدامنا ده يا اولاد، ونشوف كده انت حفظت الكلمات دي ولا لا. بعد ما بتحفظها كويس جدا بتقدر تحل الكويز ده بممتاز. تعال نحله مع بعض. we have an english نقط every thursday. احنا ممكن ناخد ايه؟ هنقول طبعا كويز، يبقى رقم واحد اللي هي طبعا ايه الجملة دي، we have an English quiz every Thursday، بيبقى عندنا ايه كويز خفيف كده كل ايه كل خميس. طيب تعال نكمل مع بعض. عمر and علي، طبعا عمر وعلي جمع فخدوا ايه have. عمر وعلي هنقول the same age، عندهم نفس العمر، يبقى هما they are ايه، هما they are twins. يعني ايه they are twins؟ يعني هما بيكونوا توأم. طيب my brother plays، اخي بيلعب، طبعا خد الاس لان my brother ايه مفرد، ومع المفرد بنضيف للفعل ايه اس. بيلعب ايه the drums، بيلعب طبول. ان ا اكيد طبعا في باند، في فرقة موسيقية، ودي رقم ايه 3. طبعا انت بتنقلهم هنا بخط ايه جميل. تعال نكمل بقى كده ونشوف الكلمات اللي جاي لنا على lesson 1 اللي جاي على الدرس الاول. ابناء الحفيد او الحفيدة يعني اسمهم ايه؟ اسمهم great grandchildren. great grandchildren يعني ابناء الحفيد او الحفيده. great grandchildren الجد الاكبر يعني great grandfather. great grandfather يعني الجد الاكبر. great grandfather. رضيع يعني baby. 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 يتصفح بسرعه يعني scam. 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 وطبعا scam ايه؟ scam طبعا verb. الوالدين يعني parents. parents يعني الوالدين. parents. parents. عيد ميلاد يعني birthday. birthday يعني عيد ميلاد. birthday. لاعب كرة القدم يعني football player. football player يعني لاعب كرة القدم. football
player، كل من او كلاهما يعني both. both لو تلاحظوا ان التي اتش دايما بتطلع فيها ايه ثنة كده، both اللي هو بيديني حرف ثا. طيب يعمل او عمل اسم طبعا لا يعد، فبنقول عليه ايه work. work يعني يعمل او عمل. work يصفق يعني clap. clap مشغول يعني busy. busy. طيب ايه الكلمات بتاعت listen to؟ تعالوا نشوف. مستشفى اطفال يعني children's hospital. مستشفى اطفال يعني children's hospital، يعني مستشفى اطفال children's hospital. قاموس او معجم يعني glossary. glossary. glossary يعني قاموس او معجم. عمر او سن يعني age. age. مفضل يعني favorite، وقلنا ان دي ايه adjective اللي هي صفه. favorite. favorite. طيب تعالوا نكمل اللي بعد كده. لسه مكملين في الكلمات. آلات موسيقية يعني musical instruments. musical instruments يعني آلات موسيقية. musical instruments. musical instruments. ما نوع يعني what kind. what kind يعني ما نوع. قصة يعني story. 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 قاموس يعني dictionary. dictionary. وبتيجي برضو ممكن أقول dictionary، الاتنين صح. dictionary. مباراة يعني match. match. معا او سويا يعني together. together وهنا دي ايه adverb اللي هو ايه ظرف. together. together. طيب يوضح او يبين، هنا طبعا عندي الconjugation of regular verbs. يعني ايه بقى دي؟ الافعال الغير منتظمة، تصريف الافعال الغير منتظمة. واحنا بنقول ان الافعال الغير منتظمة ملهاش قاعدة، فبالتالي بتتحفظ زي ما هي، على عكس الافعال المنتظمه. الافعال المنتظمه باضافه الدي والاي دي والاي اي دي. طبعا الافعال غير المنتظمه بتحفظ كما هي. تعالوا كده نشوف المضارع اللي هو البريزنت والماضي اللي هو الباست والتصريف الثالث. تعالوا نشوف. يوضح او يبين، انا عارفه ان هو في المضارع اسمه شو. شو. طب في الماضي بقى ايه؟ بقى شود. شود. في التصريف الثالث بقى شون. شون. يبقى شو شود شون. طيب يقول يعني say، الماضي منه said والتصريف الثالث said. say said said. يقابل يعني meet، والماضي منه met والتصريف الثالث met. يفوز يعني win، الماضي منه won والتصريف الثالث won. يرمي يعني throw، والماضي منه through والماضي والتصريف الثالث منه thrown. طيب يا مس، هو الحاجات دي بتتحفظ طبعا ومهمة جدا جدا جدا، احفظها كويس جدا. كل درس هتحفظ الافعال الغير منتظمة عشان يبقى عندك حصيلة منهم، وده هيساعدك طبعا في حل القواعد، وده طبعا هيساعدنا في حاجات كتير. طيب هنا بيقول لي study these definitions، ادرس هذه التعريفات. family members اللي هم افراد الايه يا اولاد؟ افراد العائلة. اول حاجة معانا كلمة aunt. aunt يعني خالة، وهي هي نفس الكلمة بمعنى عامة، الاتنين واحد. aunt تيجي بمعنى خالة وبمعنى عامة. فبيقولك ايه؟ your mother's or father's sister. هي اما بتكون اخت باباك اما بتكون اخت ايه؟ مامتك. لو اخت مامتك تبقى خالتك، ولو اخت باباك بتكون عمتك. uncle اللي هو خال او عم. your mother's or father's ايه brother، لاما اخو باباك او اخو مامتك. grandfather اللي هو الجد. your mother's or father's father يعني ايه؟ يعني الجد ده يا ولاد اما ابو باباك او ابو مامتك، الاتنين اسمهم grandfather. والgrandmother اللي هما الجدة. your mother's or father's mother's، لاما الجدة دي تكون مامة باباك او مامة مامتك، الاتنين بمعنى grandmother. brother اللي هو الاخ. your parents son. الاخ ده بيكون طبعا ايه؟ ابن الاباء، يعني a boy or man او ولد او رجل with the same parents as you. طيب بعد كده sister اللي هي الاخت. your parents daughter يعني هي الاخت دي اللي هي البنت من الاباء. a girl or woman هي بنت او مرأة with the same parents as you. طبعا بتبقى قوي من الاباء، اختك من نفس الاب والام وهكذا. كازن اللي هو ابن الابن او ابنة العم او العمة او الخال او الخالة. your aunt or uncle's child. طيب
parent اللي هو احد الوالدين، اما your mom او or dad الاثنين اسمهم parent. son a boy child اللي هو الابن. daughter اللي هي a girl child اللي هي الابنة. great grandfather اللي هو الجد الاكبر، your grandfather's father اللي هو ابو ايه، ابو جدك. طيب great grandchildren اللي هم ابناء الحفيد او الحفيدة، اللي هي the children of your grandchildren. بكده خلصنا الديفينيشنز او التعريفات دي. تعالوا نشوف اللي بعد، other definitions يعني تعريفات اخرى، زي كلمة swimming. swimming يعني يا ولاد، swimming يعني سباحة، فبيقول لك moving your body through water، السباحة دي انك بتحرك مي، انك بتحرك جسمك من خلال المية، كأنك يعني بتسبح. اكيد كلنا عارفين ايه هي السويمينج. الدرامز اللي هي الطبول. musical instruments، وقلنا الميوزيكال انسترومنتس اللي هي الالات الموسيقيه، دي اله موسيقيه كده يا اولاد، which you had to make a noise، بنضرب عليها كده فبتطلع صوت او بتعمل ضوضاء. twins اللي هم التوام. two children هم طفلين، born at the same time، اتولدوا في نفس الوقت. voluntary work اللي هو العمل التطوعي، work you do without getting money، انت بتعمل حاجه او بتتطوع في حاجه بدون ما تاخد ايه، ما تاخد فلوس. chess اللي هي لعبة الشطرنج، وقلنا ان هي a board game for two people، هي كده عبارة عن لعبة لوحية كده بيلعبها اتنين، دي لعبة الشطرنج. band اللي هو الفرقة الموسيقية. a group of people هي عبارة كده عن مجموعة من الناس، singing or playing musical instruments together، اما الباند ده مجموعة من الناس بتغني او مجموعة من الناس بتعزف الالات الموسيقية. ده بالنسبة لل other definitions، التعريفات الاخرى. بعد كده جايب لي كده بيقول لي ان do بتيجي مع voluntary work او بتيجي مع work، ممكن اقول do work يعني يؤدي عمل، ممكن اقول do voluntary work يقوم بعمل تطوعي. go بتيجي مع swimming، go swimming يعني يمارس السباحة. make بتيجي مع noise يعني يحدث ايه، يحدث ضوضاء، make noise. listen to music يعني يستمع للموسيقى، ولisten to the teacher، ولisten to the teacher يعني يستمع الى ايه، المعلم. كمان في listen to the radio اللي هو يستمع الى ايه، يستمع الى الراديو. ده بالنسبة للحاجة دي. تعالوا كده بعد كده نكمل السينونيمز والانتونيمز اللي هي المترادفات والمتضاد. الكلمة جايب لي الكلمة اللي هي الword والمرادف بتاعها اللي هي الكلمة اللي زيها، والانتونيمز او الاوبزيت اللي هي المضاد بتاعها اللي هي عكسها من الاخر. كلمة صحيح او حقيقي يعني true، بتساويها كلمة right برضو بمعنى صحيح أو حقيقي، عكسها كلمة خاطئ يعني إيه؟ يعني false، خاطئ أو مزيف يعني false. كلمة different يعني مختلف برضو بتساويها كلمة unlike، الاثنين بمعنى مختلف، عكسهم كلمة the same اللي هي نفس الشيء. finish و end اللي هما نفس المعنى بمعنى ينهي، عكسهم كلمة start يبدأ. busy اللي هي مشغول بتساوي كلمة ايه يا ولاد، بتساوي كلمة engaged برضو بمعنى مشغول، عكسهم كلمة free. طيب ذكر او مذكر، male عكسه كلمة ايه، female. طيب win يعني يفوز، بيساوي كلمة achieve او gain، الاتنين بمعنى يفوز، عكسهم كلمة ايه، عكسهم كلمة lose يعني يخسر. ده الكلمة المرادف بتاعها اللي هو زيها والعكسها اللي هي ايه، العكس الكلمتين دول. بعد كده جايب لي ايه كمان، جايب لي البريفكسز والسافكسز اللي هي المقاطع البادئه، يعني بريفكسز والسافكسز اللي هي ايه، النهايه. لما اجي احط كلمه انتر في البدايه، طبعا كده ايه، بريفكس في بدايه كلمه انترفيو بقت مقابله، بتعطي معنى بين، انترفيو. طب اي ار بتكون الاسم من الفعل، يعني ايه تكون الاسم من الفعل؟ طبعا اي ار ايه، ناهيه مش بادئه، بتتحط في اخر الكلمه. teach ده ها فعل، لما حطيت له er بقى teacher بمعنى معلم، حولته الاسم. play يعني يلعب فعل، لما حطيت له er بقى لاعب، خليته اسم. يبقى تخلي تجيب من الفعل الاسم لو حطيت في اخر الكلمة ايه، er. ing بتكون الاسم من الفعل برضو، swim يعني يسبح، لما حطيت له ing بقى swimming اللي هي السباحة. طيب اخر حاجة ال al برضو دي ناهية، بتكون الصفة من الاسم، ميوزيك يعني موسيقى، خليتها ميوزيكال بقت موسيقي، بقت ايه، بقت صفة. تعالوا نكمل.
زي ما انتوا شايفين جايب لي كده تمرين صغير عن لما بذاكر المفردات بشكل كويس جدا اول ما اذاكر، ودايما تعود نفسك ما تحلش اي تمرين غير لما تذاكر. تعالوا نحله مع بعض. بيقول لي choose the correct answer from A, B, C or D. The synonym of the word، بيقول لي كده synonym of the word كلمة finish السينونيم بتاعها ايه؟ طبعا المرادف بتاعها end اللي هو ينهي. Mom was busy، مشغولة، in the kitchen yesterday، كانت مشغولة في المطبخ بالأمس. The antonym اللي هو العكس بتاع كلمة busy، عكسها ايه يا ولاد؟ عكسها free، مشغول عكسه free. Adding the suffix not to the word swim makes it a noun، هتخليها noun، يبقى انا هضيف ايه؟ هضيف ال ing، هتبقى swimming، تخليها السباحة. To get the adjective from the noun music، عشان تخلي music دي صفة هتضيف لها ايه؟ هتضيف لها ان هي AL، هتبقى musical اللي هي موسيقي. The opposite عكس كلمة win، عكسها طبعا يكسب، عكسه خسارة اللي هي lose. دي طبعا بحله امتى؟ بحله بعد ما ذاكر كويس جدا. General notes are reading and listening، تعالى كده نشوف الملاحظات دي، ملاحظات عامة عن القراءة والاستماع. بيقول لي اول حاجة كده be cold، be دي اللي هو verb to be اللي هو am والis والar، زي ما انتم شايفين be اللي هو verb to be am ها وis وar عشان نبقى عارفينها. فبيقول لك ان be وبعدها كلمة cold بمعنى يسمى او يدعى، بمعنى يسمى او يدعى. This girl is called Rudaina، هذه الفتاة تدعى أو تسمى رودينا. جبنا قبلها verb to be اللي هو is، لأن is هنا طبعا عشان this girl مفرد، فقلنا is وcalled رودينا. طيب قالت call بتيجي verb، تيجي فعل بمعنى يتصل أو ينادي، الاثنين ايه؟ فعل. سلمى is calling her father now، سلمى بتتصل بوالدها الآن. يبقى أنا عندي cold لو جه قبلها verb to be اللي هو الام والاذ والار بمعنى يسمى أو يدعى، وcold بتيجي بمعنى verb برضو يتصل أو ينادي. تاني حاجة معانا، تاني نوت معانا أو تاني ملاحظة معانا، on بيجي بعدها يوم جمع، وevery بيجي بعدها يوم مفرد. مش فاهم يا مس ايه يوم جمع ويوم مفرد ده؟ يعني we play chess، احنا بنلعب شطرنج، on Saturdays اللي هو أيام الايه؟ السبت. حطيت ايه؟ s جمع، يبقى on بيجي بعدها يوم جمع، لكن every Saturday يوم ايه؟ يوم مفرد اللي هو كل سبت. طيب he plays football on Fridays و every Friday. طب انا ليه بعرف معلومة زي دي؟ لو جيت لي في التشوز او جيت لي في الاختياري on هاخد بعدها الكلمة مضاف لها ايه؟ s، يعني كلمة جمع. ولو جالي every هختار كلمة مفرد ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش s. بعد كده play، بقول ان play، لاحظ كده ان استخدام بلاي مع الالعاب التي لها يعني التي بها كره او مع بعض الهوايات بمعنى يلعب، يعني we play games with children، يعني بلاي بيجي بمعنى يلعب. طب قال لك ان في معنى تاني لبلاي مع الالات الموسيقيه اللي مسبوكه the بمعنى يعزف، I play the drums in a band، يبقى بلاي يجي بمعنى يلعب مع الهوايات والالعاب، وبيجي بمعنى يعزف مع الالات الموسيقيه المسبوكه بذا. بعد كده بي، عرفنا ان بي ام واذ وار، بي ايجد بتساوي نفسها بي ييرز اولد، الاثنين بمعنى ذو عمر او سن، يعني باسم از ايجد 12 عنده 12 سنه، هي هياها وبتساوي باسم از 12 ييرز اولد، الاثنين ايه؟ الاثنين صح. تعالوا نكمل. تعبيرات وحروف جر هام، اكسبريشنز وبريبوزيشنز اللي هي ايه؟ حروف جر. اول حاجه الاكسبريشنز اللي هي التعبيرات، يعمل بجد يعني work hard، work hard يعني يعمل بجد، بلا مقابل مادي for no money هي هياها for free، for no money هي هياها for free، الاثنين بلا مقابل مادي. بالطبع يعني of course، of course هيا بنا يعني let's، زائد طبعا ال inf يعني المصدر يا اولاد، الانفينيت المصدر اللي هو الفعل بدون اضافات او الفعل في حالته الاصليه، يعني الفعل بدون اي حرف زي مثلا حرف الاس، بدون الاي دي، بدون الاي ان جي، يعني في حالته الاصليه. هذا صحيح يعني ذاتس ترو، ذاتس ترو، لا شكر على واجب يو ار ويلكم، يو ار ويلكم يعني لا شكر على واجب، يو ار ويلكم. هذا عظيم يعني اتس جريت، اتس جريت، ينتمي الى بيلونج تو، بيلونج تو يعني ينتمي الى، الى هنا اللي هي ايه؟ تو، بيلونج تو، يصفق من أجل، clap for، clap for يعني يصفق من أجل.
نفس الشيء أو مثل the same as. The same as a picture of يعني صورة لي a picture of على شاشة التلفاز on TV on TV on TV في الإذاعة أو في الراديو on the radio on the radio proud of يعني فخور بي proud of proud of مهمين جدا جدا ذاكرهم كويس وهينفعوك قوي. بعد كده عندي reading and listening. تعالوا نبدأ كده بدرس reading اللي هو القراءة ونقرأ مع بعض كده ونستمتع مع بعض. On lesson one في الدرس الأول كده تعالى نشوف. Hello, my name's Ali. اسمي علي. I am 13. عندي 13 سنة. This is a picture of my family. الصورة دي ايه؟ لعائلته. بيقول my mom's name is Amira. مامتي اسمها أميرة. She's a teacher. هي مدرسة. Next to her is my dad. اللي واقف بجانبها ده يكون بابايا. His name is عادل. اسمه عادل. لو تلاحظوا يا أولاد ان الأسماء دايما بدايتها حرف ايه؟ حرف كابيتال. بنركز على الحتة دي. بداية الجملة بتكون حرف كابيتال وبنحطه في نهايتها نقطة. He is a teacher. هو مدرس. والده اللي هو اسمه عادل مدرس. To both. اللي هما الاثنين. يبقى مامته أميرة ووالده عادل الاثنين مدرسين. My parents اللي هم مين؟ والدينه are teachers مدرسين at my school في المدرسة بتاعته. They have one daughter عندهم ابنة واحدة. She's my sister هي تكون أخته لميا. And she's 9 years old عندها 9 سنين. تمام. And they have two sons وعندهم ولدين. Me أنا and my brother وأخويا خالد اسمه خالد. He's 11 عنده كم سنة؟ 11 سنة. طبعا علي عنده كم سنة؟ 13 سنة. Our grandmother اللي هي جدته is 64 and she's called هدى. عندها 64 سنة واسمها ايه؟ اسمها هدى. She's my mom's هي ايه؟ مامت مامتي. جدتي دي تبقى والدة مامتي. My mom's father والد مامتي is our grandfather. He's called عمر اسمه عمر. He's 65 هو عنده كم سنة؟ 65 سنة. Their daughter's called جودي. بنته اسمها جودي. She's my mom's sister. هي أخت مامتي. And she's my aunt. وهي خالتي. My uncle's called مروان. خالي اسمه مروان. He is a doctor. هو دكتور. Their son is called طارق. عنده ابن اسمه طارق. And he's my cousin. وابن خالي ده it's his birthday today. عيد ميلاده اليوم. He 3 years old عنده 3 سنوات. في الدرس القراءة ده بيعلمك ازاي تتكلم عن نفسك وازاي تقول اسمك. My name is فلان عندي كذا. تتكلم عن عيلتك. درس بسيط جدا وسهل. تعالوا نكمل. الليسننج بقى اللي هو الاستماع. تعالوا نقرأ. لارا بتقول هاي My name's Lara. اسمي لارا. And this is my family. ودي عيلتي. That's my brother. طبعا ده أخويا. His name اسمه أيمن. اسمه أيمن. لينا and حاتم مالهم are our parents. أبائي. We have one cousin. وعندنا إيه؟ عندنا cousin مالها هنقول اسمها خديجة. Her parents وأبائها are my uncle and aunt. Their names أسمائهم are عماد and دينا. What about you? ماذا عنك? What's your name? هتبدأ طبعا تقول انت اسمك ايه واخوك اسمه ايه ومامتك وباباك. حاول تكتب قطعة كده وتحطها في الكومنتات او التعليقات تحت كده ونشوف هتكتب ازاي. Reading on lesson 2. تعالى كده بقى نشوف درس القراءة على الدرس التاني. An interview with twin brothers. ده عبارة كده عن مقابلة لاتنين توأم زي ما انت شايف في الصورة كده. هم شبه بعض تماما. فبيقول لك ايه بقى؟ Meet حازم and حاتم. مقابلة لحازم وحاتم. They are brothers. هم اخوات. And they are both aged. ونفس العمر. عندهم كم سنة؟ عندهم 12. عندهم 12 سنة. They have the same parents. عندهم نفس الاباء طبعا لانهم توأم. And the same birthday. نفس عيد الميلاد. They are twins. هم توأم. What are your hobbies? تعال نشوف كده الهوايات بتاعتهم ايه. حازم هيتكلم الأول فبيقول I like sports. أنا بحب الرياضة. I play basketball. بحب ألعب كرة السلة on Mondays في أيام الاثنين. إحنا قلنا أن on بيجي بعدها الأيام الإيه؟ الأيام الجامعة. And Wednesdays. وإيه كمان؟ والأربعاء. أيام الأربعاء. I go swimming. أنا بروح لإيه؟ السباحة. Go. جيت مع swimming زي ما انتم شايفين اهي. On Tuesdays.
انا بروح السباحة في ايام الثلاثاء and I play football on Saturdays، وكمان بلعب كرة القدم في ايام السبت. حاتم قال ايه بقى؟ and he watches football matches on TV، وكمان بايه بيشاهد يعني ماتشات كرة القدم في التلفزيون. طبعا تي في بيجي معاه حرف الجر on Saturday evenings، في ايه؟ في المساء. he loves football، هو بيحب كرة القدم. حازم I love football، انا بحب كرة القدم. حاتم قال I don't like football، انا بحبش كرة القدم، but I like music، انا بحب الموسيقى. I play the drums، انا بلعب طبول، and listen to music، واسمع للموسيقى. حازم قال كمان ان حاتم he plays the drums in a band، بيلعب في ايه؟ في فرقة موسيقية. قال لهم طبعا سؤال كمان في المقابلة، قال له do you have any hobby that you both like، انتوا عندكم اي هوايات مشتركة؟ حازم قال له we play chess together، احنا بنلعب شطرنج مع بعض زي في الصورة كده، on Saturdays، في ايام السبت. حاتم usually wins، وحاتم عادة بيفوز. تعال نكمل. حاتم قام قال yes that's true، هذا صحيح، and on Saturday afternoons we do voluntary work، كمان احنا عندنا عمل تطوعي. قال له what kind of voluntary work، ايه هو العمل التطوعي او نوع العمل التطوعي ده؟ حازم قال له we help in the children's hospital، احنا بنساعد في مستشفى اطفال. we play games with the children، بنروح نلعب مع الاطفال، and read them stories، وبنقرأ لهم قصص. it's great، هذا ايه؟ هذا رائع. تعال نكمل بقى الاستماع بتاع الدرس رقم 2 اللي هو listen to. الانترفيور اللي هو المقابل يعني بيكلم مين؟ حازم، وبيكلم برضو حاتم، فبيقول له can I ask you some more questions، ممكن اسألكم اسئلة كمان؟ قال له yes of course، نعم بالطبع. قال له حازم when do you play basketball، انت متى بتلعب basketball؟ قال له I play basketball on Mondays and Wednesdays. قام قايل له and when do you play football، ومتى بتلعب كرة القدم؟ قال له انا بلعب طبعا الباسكت بول في ايام الاثنين والاربعاء، وبلعب كرة القدم I play football on Saturdays، في ايام السبت، and I watch football matches، وبسمع مباريات كرة القدم on the TV، على التلفزيون، on Saturday evenings، في المساء بتاع السبت. قام قايل له when do you go swimming، متى بتروح السباحة؟ حازم قام قايل له I go swimming on Tuesdays، في ايام الثلاثاء. الانترفيور عمل واو يو ار بيزي، انت مشغول. حاتم وين دو يو بلاي ذا درامز، بيقول له بقى بدا يسال دلوقتي حاتم لانه سال في الاول حازم، اما قال له انا تعال نشوف حازم، حاتم هيرد عليه يقول له ايه. اي بلاي ذا درامز اون مندايز ات هوم، اند اي بلاي ذا درامز اون ا باند ان ا باند اون ثيرزدايز، انا بلعب الدرامز في ايام الاثنين، وبلعب في البيت طبعا، لكن في الباند بلعب ايام الخميس. انترفيور قال له الانترفيور قام قايل له what do you do on Tuesdays and Wednesdays، بتعمل ايه في ايام الثلاث والاربع؟ قال له I listen to music، انا بسمع موسيقى. I like pop music، بحب الموسيقى بتاعت البوب. what do you do on Saturdays، بتعمل ايه في ايام السبت؟ قال له I help my mother، انا بساعد مامتي، and I do voluntary، وعندي عمل تطوعي اللي هو work with حازم، مع حازم، and on Sundays، وفي ايام الحد I play chess، بنلعب شطرنج with حازم or my dad، او مع بابايا. قام قايل له thank you both، شكرا كلاكما. قام حازم قام قايل له you are welcome، على ايه؟ على الرحب والسعه. تعالوا نكمل ونشوف اللي بعد كده ايه. عندي طبعا امتحان على الكلمات، انا عايزاكم دايما تحلوا بعد ما تذاكروا كويس جدا، يعني ما تخشش تحل كده الا ما تذاكر. تعالوا نحل مع بعض يلا. I will write the date of the interview in my، هنقول ايه؟ ديري، انا هحطه في المفكرة اليومية بتاعتي. they give him a prize، هو عطالهم ايه؟ هم اخدوا برايز اللي هي جائزة for his not work، عمل تطوعي، يعني ايه؟ voluntary work in poor countries، اللي هي البلاد الفقيرة. this afternoon، في هذا المساء، I will have a او an نقط for a new job in an oil company، هنقول ايه؟ هنقول طبعا انترفيو، وعمل انترفيو للوظيفة الجديدة في شركة زيت. تعالوا نكمل بعد كده. ماجد اند مجدي ار نقط، they were born at the same time، متولدوا في نفس الوقت، يبقى هم ايه؟ يبقى هم توينز، توأم. reading is my favorite، هنقول favorite ايه؟ hobby،
اللي هي هواية. بعد كده عندي بيقول لك your brother is your parents، هنقول هو ابن ايه؟ ابن الآباء. طيب بعد كده نقط are musical instruments، هي عبارة عن آلة موسيقية which you had، بنضرب عليها وبتعمل ايه؟ بالإيد أو بالستيكس. طيب عرفناها اللي هي الدرامز الطبول. ماهر نقط عايزين نقول ايه؟ voluntary work at a hospital، بيعمل ايه؟ هنقول طبعا على طول دي حاجة سهلة، ماهر يبقى ايه؟ مفرد يبقى does. he، ركز الحتة دي بقى، he always reads a note before he goes to bed، هو دائما بيقرأ ايه؟ قبل الذهاب الى السرير، يبقى هنقول story اللي هي قصة. female عكسها، female يعني انثى عكسها ذكر، male. كلها طبعا مبنية على حفظك للكلمات. your نقط is your father's or mother's sister، هي اما اخت، تكون اخت مامتك او اخت باباك، تبقى مين؟ عمة او خالة، aunt. تعالوا نكمل. طيب a نقط is a group of people، هم عبارة عن مجموعة من الناس، sing بيغنوا or playing musical instruments او بيلعبوا آلات موسيقية مع بعض، يبقى الباند اللي هي الفرقة الموسيقية. نقط means moving your body through water، ده هي عبارة عن بتحرك جسمك في المية، يبقى السويمنج السباحة. بعد كده our English teacher is not أيمن، هنقول ايه؟ يدعى او يسمى أيمن، called. my father and mother are not 60 and 53، يبقى عايزين نقول ايه؟ عمرهم او يبلغوا من السن كذا، aged. نقط عمر and احمد are my cousin، عايزة اقول ايه بقى؟ عايزة اقول كلاهما، يبقى both. يبقى انا لو ذاكرت كويس جدا جدا الكلمات والحاجات اللي انا قلتها من شوية، هقدر احل الـ كل اللي انا حليته ده بسهولة. عندي كده بيقول لي مهارة، حاجة كده هتظبطني في مهارة التحدث، talking about yourself and your family، عايزاك برضو تعملها لي في الكومنتات تحت. يمكنك التحدث عن نفسك وعن عائلتك باستخدام الجمل الاتية، مثلا انت اسمك مثلا وليكن اسمك محمد، تقول my name's محمد، اسمي ايه؟ محمد، ده اول حاجة my name's محمد. عندك مثلا 13 سنة، I am 13 years old. my dad's او mom's مثلا، my dad's مثلا وليكن اسمه احمد، طيب my mom's مثلا is مثلا هدى، طيب he's او she's، هنقول مثلا he's dad's مثلا 53 سنة، ومثلا she's امي مثلا عندها مثلا 40. انت بقى تتكلم عن نفسك، مش هتتكلم عن اللي انا بقوله، وتبدأ برضو تقول مثلا he's او she's a، وظيفة الأب أو الأم، نفس القصة he أو she works in a أو an، مكان العمل بتاعهم. I have one brother أو sister، حسب انت عندك ايه. my brothers أو sisters name is، تقول أسمائهم. he is أو she's not years old، وتقول أعمارهم. ده كله هيساعدك ازاي تتكلم عن عائلتك بشكل سهل وبسيط. بعد كده مهارة الكتابة، عايز تقول مثلا أنا أحب الرياضة، تقول I like sports، my favorite sport is football، في ناس تانية تنس، في ناس تانية basketball، حسب ال الرياضة بتاعتك المفضلة ايه بتغيرها. I play football at the club on Saturdays، في أيام الايه؟ السبت، أنا بلعب كرة القدم في النادي أيام السبت. I watch football matches on TV، بشاهد المباريات كرة القدم على شاشة التلفاز. on Friday afternoon، في يوم الجمعة بعد الظهيرة، I do voluntary work. بعد كده I help in the children's hospital، أساعد في مستشفى الأطفال. تعال نكمل. بعد كده عندي language، القاعدة بتاعتنا النهاردة اسمها البروناونز. البروناونز يعني ايه يا أولاد؟ البروناونز يعني الضمائر، البروناونز يعني الضمائر. الدرس ده في ناس ما بتحبوش وبتشوفوا ان هو صعب، ليه بقى بتشوفوا ان هو صعب؟ بتشوفوا ان هو صعب عشان هي ما بتذكروش اصلا، كل مره بيجي بتبص له كده لما المس او المستر بيشرحه، وتروح البيت ما تذكرهوش. الدرس ده هيبقى سهل لو انت ذاكرته كويس قوي قوي قوي، لو انت حفظت السبجكت بروناونز، حفظتها، لو انت حفظت الاوبجكت بروناونز اللي هي ضمائر المفعول، البوسيسيف ادجكتيفز، البوسيسيف بروناونز، كل الحاجات دي لو اتذكرت واتحفظت بشكل كويس واتفهمت، هتقدر تفهم انت بتحله ازاي، او هتقدر تفهم انت بتذاكره ازاي. تعالوا كده نشرحه مع بعض كده ونشوف الدنيا فيها ايه، وبعد ما اشرحه معاك لازم تذاكره، لو ذاكرته كويس خلاص هو الدرس كده هيظبط معاك.
اول حاجه السبجكت بروناونز اللي هي ضمائر الفاعل. ايه هي اصلا ضمائر الفاعل؟ اللي هي الاي واليو والهي والشي والات والوي والذي، دي اسمهم ضمائر الفاعل. يبقى ضمائر الفاعل او السبجكت بروناونز هما الاثنين نفس المعنى، اي يعني انا، ويو يعني انت او انتم او انتن، وهي اللي هو هو للعاقل، وشي اللي هي هي للعاقل، وات اللي هو هو او هي مفرد لغير العاقل، ووي اللي هو نحن، وذي اللي هم هم. دي اسمها ايه يا اولاد؟ اسمها ضمائر الفعل. طب ضمائر الفعل دي بتيجي فين يا مس؟ ضمائر الفعل دي دايما بتيجي في اول الجمله. ضمائر الفعل دايما بتيجي في اول الجمله، في بدايه الجمله. بتحل محل مين؟ بتحل محل الفاعل، عشان كده احنا سميناها ضمائر الفاعل لانها بتحل محل الفاعل. طب بتيجي قبل الفعل يا مس ولا بعده؟ بتيجي قبل الفعل. حلو كده؟ يبقى ضمائر الفاعل تيجي في بدايه الجمله، بتحل محل الفاعل. ممكن ازاي؟ تعالى ندي مثال. زي ما انتم شايفين قدامكم اهو، جت في بدايه الجمله وي، وبعدها على طول جه ايه؟ الفاعل. يبقى هي بتيجي قبل الفاعل، وجت بعدها طبعا تكمله الجمله. وي بلاي فوتبول، يعني انا العب كره القدم. يبقى دي ضمائر الفاعل. طيب تاني حاجه الاوبجكت بروناونز اللي هي ضمائر المفعول. طب ليه اسمها ضمائر المفعول؟ لانها بتحل محل المفعول. طيب عرفنا ان ضمائر الفاعل بتيجي في بدايه الجمله، وعرفنا ان هي بتيجي قبل الفعل. طيب ضمائر المفعول بقى نظامها ايه؟ قال لك بتستخدم بعد الفعل او حرف الجر. ضمائر المفعول اللي هي الاوبجكت بروناونز بتستخدم بعد الفعل او حرف الجر. حلو كده؟ حلو. ايه هي ضمائر المفعول؟ قال لك انا في ضمائر المفعول بتبقى مين؟ يو بتبقى يو زي ما هي، هي بتبقى هم، شي بتبقى هير، ات بتبقى ات، وي بتبقى اس، وذي بتبقى ذم. هي دي ضمائر المفعول. بعد الفعل بتيجي بعد الفعل او حرف الجر، هي دي ضمائر المفعول. زي ايه؟ تعالى اما اقول لك. زي ما ظهر قدامنا كده، this car belongs to me. This car belongs to me، طبعا هنا اهي ضمائر المفعول بتيجي اما بعد الفعل او بعد حرف الجر. طيب تالت حاجه البوسيسيف adjectives اللي هي صفات الملكيه. قال لك صفات الملكيه دي بتستخدم قبل الاسم المملوك. يعني ايه قبل الاسم المملوك يا مس؟ عشان انا مش فاهم. قبل الاسم المملوك يعني بتيجي، وليكن انا عايزه اقول قلمي، فهقول ايه؟ هقول قلم يعني ايه؟ يعني بن، فهقول ماي بن. بن ده اللي هو القلم بتاعي، وقمت جايبه قدامه ايه؟ صفه من صفات الملكيه ماي، قمت قايله ماي بن يعني قلمي. طب عايزه اقول ده قلمها، قلمها ايه؟ هير. طب ليه قلت هير؟ لان هير هي هي من ضمائر الفاعل ايه؟ شي، فبتعبر عن هي، فهنقول هير بن يعني قلمها. طب عايزه اقول قلمه، يبقى هيز بن، هيز بن. عايزه اقول قلمهم وهكذا. تعالى ندي مثال. زي ما انتم شايفين ماي بن جت امتى يا ولاد؟ تستخدم قبل، جت قبل ها الاسم المملوك، قبل الاسم المملوك. زي ما انتم شايفين ماي وبعدين الاسم المملوك اللي هو ايه؟ بن. هي قالت لك اهو ان اي بيبقى ماي في صفات الملكيه، واليو بتبقى يور، والهي بتبقى هيز، والشي بتبقى هير، والات بتبقى اتس، والوي بتبقى اور، والذي بتبقى ذير. دي بالنسبه لصفات الملكيه. طيب البوسيسيف بروناونز ليه ضمائر الملكيه؟ قال لك بتشير الى الملكيه ولا ياتي بعدها اسم. الاي بتبقى ماين، اليو بتبقى يورز، والهي بتبقى هيز، والشي بتبقى هيرز، والات مفيش منها حاجه، الوي اورز، والذي ذيرز. طيب يعني ايه بتشير الى الملكيه ولا ياتي بعدها اسم؟ يعني وليكن تعالى ما اديك مثال. زي ما ظهر قدامنا المثال this pen is mine. طيب مش فاهم يا مس، انت قلت ان هي تشير الى الملكيه. انا بقول هذا القلم ملكي، فشارت ان القلم ده بتاعي، فشارت ان الحاجه دي ملكي. جه بعدها اسم ولا جه بعدها حاجه؟ لا ما جاش بعدها اسم، يبقى لا ياتي بعدها ايه؟ اسم. تشير الى الملكيه، الحاجه دي ملكك وما بيجيش بعدها اسم. هي دي ضمائر الملكيه. يبقى انا هذاكر الدرس ده ازاي يا مس عشان انا مش عارف؟ انا هحفظ ان ضمائر الفاعل اي واليو والهي والشي والات والوي والذي، هحفظ ان ضمائر المفعول المي واليو والهم والهير والات والاس والذم، هحفظ ان صفات الملكيه الماي واليور
والهاز والهير والاتس والاور والذير. احفظ ان ضمائر الملكيه الماين واليورز والهيز والهيرز والاورز والذيرز. حفظت ده ابدا اشوف استخدام كل واحده. ضمائر الفعل بتيجي قبل الفعل ودايما بتيجي في بدايه الجمله. ضمائر المفعول بتستخدم بعد الفعل او حرف الجر. صفات الملكيه قبل الاسم المملوك. طيب الضمائر بتاعت الملكيه بتشير الى الملكيه ولا ياتي بعدها اسم. ذاكرت الدرس كويس هقدر احل عليه بمنتهى السهوله. تعال نكمل الدرس. بيقول لك يوزنج بوسيسيف. يوزنج بوسيسيف ادجكتيفز استخدام صفات الملكيه اند بروناونز وضمائر الملكيه. جايب لك كمان معلومات اضافيه كده تعال نشوفها مع بعض. وي يوز احنا بنستخدم صفات الملكيه يا اولاد لتبين ان شيء ما يخص شيء ما، يعني بتبين ان الحاجه دي ملك شخص او بتاعتي. احنا بنستخدم صفات الملكيه عشان كده وبنستخدم ضمائر الملكيه عشان كده. فجايب لي اهو وجايب لي مثال اكزامبل، جايب لي ان مروان از ماي انكل. يعني ايه عايز اقول ماي انكل؟ مروان ده عمي او خالي، فانا بقول ان مروان ده حاجه ملكي حاجه تبعي. يبقى مروان از ماي انكل يبقى مروان بقول ان هو ايه خالي او عمي. نفس القصه نادر اند منى ار ذير بيرنتس. ار ذير ايه بيرنتس. يبقى انا بستخدم صفات الملكيه وضمائر الملكيه ليدل ان الشيء لتبين ان شيء ما يخص شخص ما. نفس القصه قال لك لاحظ كده ان ضمائر الملكيه لا ياتي بعدها اسم. ماشي يا مثلا انت لسه قايلها ان تشير الى الملكيه ولا ياتي بعدها اسم اللي هي ضمائر الملكيه، وتحل محل صفه الملكيه والاسم المملوك معا. مش فاهم؟ فاهمها لي. تعال نشوف. بيقول لي ان ضمير الملكيه، انا مش متذكر ايه ضمير الملكيه اللي هم ده هم دي ضمائر الملكيه. ماله؟ بيساوي صفه الملكيه الاسم زائد صفه الملكيه. يعني this is my pen هذا قلمي، فانا هقول this pen is mine. طالما قلت ماين يبقى انا شلت ايه؟ شلت صفه الملكيه وشلت الاسم. يبقى ضمير الملكيه بيساوي الاسم زائد صفه الملكيه. نفس القصه it's her bag، عايز اقول ان هي ملكها الحقيبه دي هقول it's hers ملكها. يبقى ضمير الملكيه بيساوي الاسم زائد الصفه الملكيه. تعالوا نكمل بعد كده. اعطيني ملاحظات. الدرس خلاص اللي فوق خلص لان انا لسه شرحاه. لو انت حاسس ان الدنيا صعبه عيد الجزئيه دي مره واتنين وتلاته لحد ما تظبط معاك ولحد ما تفهمها كويس جدا جدا. درس بسيط سهل عايز مذاكره عشان يقدر المعلومه توصلك بشكل كامل. طيب تعالى نكمل. important notes on pronouns، ملاحظات هامه على الضمائر. بيقول لك عند السؤال عن الملكيه بنستخدم كلمه الاستفهام هوز. يبقى هوز دي بنستخدمها للسؤال عن الملكيه. بيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها الاسم المملوك. الاسم المملوك ده اللي هي الحاجه بتاعتك. هوز باك از ذات از ات. هوز باك از ات يعني الحقيبه دي ملك مين؟ فانت مثلا تقول اتس ماي باك دي حقيبتي او اتس ماين الاثنين ايه؟ لا اما هتقول دي حقيبتي او هتقول اتس ماين دي ملكي. تمام. هناك تعبيرات تستخدم للتعبير عن الملكيه. This is my car دي عربيتي. This car هذه العربيه is mine ملكي. This car belongs to me يعني ايه؟ بتنتمي الي. I have a car انا لدي ايه؟ سياره. I own انا مالك this car هذه السياره. I am the owner انا ايه؟ المالك of this car عن المالك بتاع السياره. درس سهل يا ولاد وبسيط. تعالى كده نحل عن اللانجوج اللي احنا لسه شرحينها من شويه، واحنا بنحل ان شاء الله المعلومات هتوصل اكتر واكتر. تعالوا كده نحل ونشوف. هاني تولد سامي، هاني اخبر سامي ذات ات واز نايس تو سي. ها انا بتكلم عن هاني هعوض عنه بايه؟ هيم. حلو كده. ليه عوضت عنه بايه بهم؟ لان ده ايه؟ ضمير مفعول. عوضت عنه بهم لان ده ضمير مفعول. هنحاول كده نشرح اكتر واحنا بنحل كمان عشان المعلومه تثبت. our parents اللي هم مين؟ الاباء. are proud of فخورين، عايز اقول فخورين بنا يبقى us. طيب my sister's name اختي اسمها علا. حلو كده. عايز اقول هي، هقول she's. She's seven عندها سبع سنوات. عوضت عن ايه؟ عن my sister بشي.
كلاب فور فوتبول بلايرز، هم بيصفقوا من اجل لاعبين كرة القدم، هقول ايه؟ they have played very well، هم بيلعبوا كويس. طبعا ايه؟ ضمير الفاعل. this room belongs to my daughters، it's a، هنقول هي ملكهم، يبقى it's theirs. بعد كده what does، what does ايه؟ not like to do at the weekend، what does ايه؟ ها هنقول she. حلو كده، what does she، على طول الفاعل، ضمير الفاعل. تعال نكمل. Are all these toys ها yours؟ My father spends بيقضي most of not time working، هنقول وقته، يبقى his. طارق and I، طارق وايه؟ وانا. visit ايه؟ هنقول زورنا، يبقى our. grandfather every Friday. give this mobile to، اعطي الموبايل ده تو ايه؟ ليها، اعطوه لها هي، يبقى to her. نقط موبايل is this، احنا بنسأل عن الملكية بايه؟ بنسأل عن الملكية whose. this is، عايز اقول ايه؟ ده الكمبيوتر بتاعه، يبقى this is his computer. تعالى كده برضو نحل التمرين الجميل ده، تمرين سهل وبسيط، جايب لك كده هتصحح الاخطاء اللي تحتها خط. my friends are very، يعني ايه my friends are very kind؟ اللي هم اصدقائي طيبين جدا او ودودين جدا. I like their، انا بحب ايه؟ بحبهم، عايزة بحبهم، يعني ايه؟ I like them. زي ما شايفين الحل بيظهر قدامنا. can you give me، عايزة اقول له can you give me ها نقط، ممكن تعطيني قلمك؟ your pen، can you give me your pen please. بعد كده رقم 3 number 3 it's not my camera، دي مش كاميرتي، عايزة اقول ايه؟ my is new. رقم 3 هقول ايه؟ mine is new. number 4 today is hers birthday، لا هنقول ايه؟ her عادي. whose car، احنا بنسأل عن الملكية بايه؟ بهو، لا بنسأل عنها whose. بعد كده هنقول where is yours brother، يبقى هنقول ايه؟ your brother. بعد كده the red bike، العجلة الحمراء دي او الدراجة الحمراء is mine، ملكي. she forgot، هي ايه؟ نسيت his jacket in the shop، عايزين نقول ايه؟ هنقول she forgot، هو قال لك هنا his، طالما عوضت عنها his يبقى ايه؟ يبقى هو he مش she، لان لو قلت her يبقى she، لكن طالما قلت his يبقى he. this book belongs ها for him، لا to him، belongs to. all the players in our team like his a، هنقول his captain، لا طبعا their. زي ما شايفين الحل ظهر قدامنا. تعال نكمل ونشوف اللي بعد. بكده وصلنا لتحل التمرينات العامة على lessons 1 and 2 اللي هو الدرس الاول والتاني. زي ما انتم شايفين جايب لي كده ايه؟ جايب لي طبعا زي نص استماع بسمعه، وبعدين ابدا بعد ما اسمعه ابدا احل على طول. تعال نسمع مع بعض كده. I like sports، انا بحب الرياضه. I play basketball on Mondays. It is my favorite sport. I play it with my friends. It is an interesting sport. تعالى بعد ما بتسمع، طبعا انت وانت بتسمع تبدا تحل على طول عشان ايه؟ عشان ما تنساش حاجة. What's your favorite sport؟ طبعا هو قال basketball. When do you play basketball؟ قال ايه؟ on Mondays، لسه قايل الوقت في النص. What do you play it with؟ هنقول ايه؟ طبعا my friends. Basketball is a او an ايه؟ هتبقى interesting sport، رياضة شيقة. بيقولي complete the following dialogue، تعال نكمل كده ونشوف الديالوج ده. اول حاجه هاني بيكلم علي، فهاني بيقول هاني and علي are talking about their favorite hobbies، بيتكلموا عن الهوايات بتاعتهم. هاني هلو علي، اهلا يا علي او مرحبا يا علي. how are you، كيف حالك. علي امردد عليه امال له نقط. what is your favorite hobby، رد عليه كده رد على طول وامال له ماذا عن هوايتك المفضله، هيبقى قال له ايه؟
تعال نشوف. قال له بخير فاين. What is your favorite hobby؟ ماذا عن هوايتك المفضلة؟ طبعا هيقول له تعال نكتب. قال له I like football، أنا بحب إيه كرة القدم. أما قال له When do you usually play it؟ بتلعبها يعني متى بتلعب عادة بتلعب اللعبة دي؟ طبعا هيقول له مثلا وليكن في أيام الجمعة. نقط I play it with my friends، قال له أنا بلعبها مع أصدقائي. فهو سأله سؤال يا أولاد، قال له Who do you play it with؟ بتلعبها مع مين؟ قال له I play it with my friends، بلعبها مع أصدقائي. أم سأله كمان سؤال لأن في علامة استفهام، سأله كمان سؤال قال له I like playing chess. أنت تركز جدا وأنت بتقرأ السؤال ده عشان تعرف تقرأ، عشان تعرف تخمن السؤال. I like playing chess، أنا بحب ألعب الشطرنج. Do you like chess؟ أنت بتحبه أنت كمان. فهو سأله سؤال، هو سأله سؤال قال له إيه بقى لو أنت شاطر؟ طبعا قال له Do you have other hobbies؟ أنت عندك هوايات أخرى؟ قال له طبعا I like playing chess، أنا بحب ألعب الشطرنج. Do you like chess؟ قال له Of course، طبعا بحبه. I like it very much، أنا بحبه إيه جدا. تعال نكمل بعد كده بقى ونختار الإجابة الصحيحة. It's her car، هي إيه عربيتها. Not often drives it، يبقى she. طبعا she ده ضمير فاعل بيجي في بداية الجملة. They enjoy not video games، عايزين نقول ايه playing، هما بيستمتعوا هما بيلعبوا الفيديو جيمز. Your sister is your parents، هتبقى مين؟ daughter يعني ابنة. تعال نكمل. May، ركز معايا، May helps in a children's hospital for free. She likes not work، بتحب العمل التطوعي يا ولاد، يبقى voluntary، تشتغل في مستشفى الأطفال بدون فلوس، هي بتحب العمل التطوعي. That children of your grandchildren are your، ها هتبقى great grandchildren، إجابة حل نفسها. He is a famous طبعا إيه violins، اللي هو عازف الكمان. In a big، ها هو عازف كمان في big band اللي هو فرقة موسيقية كبيرة. We are having dinner with not friends، هنقول ايه our friends اصدقائنا. The cat always protects، بتحمي، عايزين نقول بتحمي اطفالها. It's little kittens. Toa and Mona look like each other، هما ايه زي بعض. They are، هما ايه هنقول they are twins، هما توأم. I don't know this word، انا معرفش الكلمة دي. I'll look it up in a، هنقول هبص عليها فين؟ في الدكشنير اللي هو القاموس. طيب تعال نصحح الكلمة الخطأ. Who drum is that؟ احنا بنسأل عن الملكية بهوز. بعد كده my friend found mine blue bin، لا هنقول my blue bin. This new car belongs to a to mine، لا to me. The girls are going to the park with her friends، لا with their friends. بعد كده عندي بيقول لي اكتبي كده باراجراف مكون من 80 كلمة. انا هسيب لكم ان شاء الله فيديو كده بيشرح لك ازاي تكتب باراجراف في الوصف تحت، وازاي برضو تكتبه بمنتهى السهولة. بس عشان تكتب باراجراف اصلا لازم يكون عندك حصيلة كلمات، يعني لازم تذاكر كل درس الباراجراف اللي عندك وتهتم بحفظ الكلمات. بسيب مسافة في الاول طبعا، وبنبدأ بحرف كابيتال، وهنتكلم هنا عن الهواياتك. Hobbies are very important، يعني هي مهمة جدا. I have a lot of hobbies، انا عندي يعني كثير من الهوايات. The most important hobby is playing football، أنا هوايتي المفضلة أو المهمة الكرة القدم. I play football every day، بلعبها كل يوم. I play it with my friends، بلعبها مع أصدقائي. We play it in the club، بنلعبها في النادي. I also like swimming، بحب كمان السباحة. And painting والرسم. I go swimming once a week، بروح السباحة مرة في الأسبوع. I like painting when I go to the park، وبحب الرسم لما بروح الحديقة. We should have two hobbies because they make us healthy، بتجعلنا إيه أصحاء. بكده احنا خلصنا الدرس الأول والتاني وشرحناه وحلينا عليه بشكل كامل. الفيديو الجاي هكمل لكم بقية الدروس إن شاء الله. أي حد محتاج أي حاجة اكتبها في الكومنتس تحت، في التعليقات تحت. كمان يشترك في صفحة الفيسبوك مس أسماء ياسر، ولو لسه مشتركتش في القناة فعلت زر الجرس، اشترك حالا وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كانت معاكم مس أسماء ياسر.